وكان جلالة السلطان إبراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولاية وإقليم جوهر دار التعظيم بماليزيا الشقيقة قد وصل البلاد اليوم. وكان في مقدمة مستقبلي جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس بعثة الشرف والسيد سلمان بن عيسى بن هندي محافظ محافظة المحرق.